أعدة ليالي الكويت هذا التقرير المميز للشاعر عبد اللطيف البيناي وقليل بحقه بصراحة. شو تقولها بهالمناسبة أستاذ إبراهيم؟ أنت تعاونت معاه قبل. إيه تعاونت. أولا شكرا لكم على المقدمة الجميلة اللي قلتيها، والحقيقة بعد يعني هاللفتة الكريمة من معالي الوزير، وشيء يعني مو غريب عليك يا أبو صباح، اهتمامك واحتضانك للفنانين في مختلف أعمارنا يعني عرفتي حتى جيلك الله يخليك، وهذا شيء يعني مو غريب حقيقة علي. يعني كان في تعاون ما بينك وما بين الشاعر عبد اللطيف البناي في أوبريت سعودي أعتقد. كان يتذكر عملنا مع بعض للتلفزيون السعودي بمناسبة المئوية، أوبريت أم سبع مرادم سويناه لهم. هو ما شاء الله أعماله كلها مميزة بالأوبريتات خصيصا. إيه هو لا هو ما شاء الله يعني متميز بأشياء كثيرة يعني. أساسا المكان هذا يذكرنا بأعمال كثيرة يعني، حتى في أعمال أعتقد وجحا هو اللي كاتبه، كان هو كاتب المقدمة. عرفت شلون؟ على العموم الحمد لله على سلامتك يا أبو ناصر وماجور، إن شاء الله أجر وعافية. صحيح، وإحنا نستمتع بحلقتنا إن شاء الله بلقاء مميز معاك. مكملين لقائنا معاك بعد شوي، لكن مشاهدينا بريك وراجعين لكم، لا تروحون بعيد. بعدنا مشاهدينا مكملين سهرتنا معكم اليوم مع ضيفنا الفنان الكبير إبراهيم الحربي. ما شاء الله عليك 35 سنة بهذا الفن، شنو سر هالإطلالة الساحرة هذه اللي ما شاء الله تتجدد؟ أكيد في وراها سر، لازم تعلم جمهورك شنو هذا السر. لا والله لا سر ولا شيء. يعني يقول خلطة يعني خلطة سرية. لا والله ماكو شيء، بس يعني مثل ما تقولين يا الراحه، يمكن الروح ساعات هي اللي تطغي. راحت البال، رحت وبعدين تقط ورا ظهرك، راحت البال. يمكن كان في تقرير عرضنا في بعض الاعمال التاريخيه نقدر نقول، يعني هي اعمال مميزه لك، بس اكيد في هذه بعض الاعمال رجعتك لاشياء ممكن ندمت عليها، او اشياء ممكن تقول ما كانت يعني ما كنت ابراهيم الحربي اللي الحين انا مثلا وصلت له او حققته. شوف، في لابد ان تمر يعني فتره الفترات في حياتك تضطر انك تسوي اعمال يعني انت الى حد ما ممكن مو راضي عنها، سواء بعض الفنانين يمكن يتجهون لها اتجاه مادي، يقول لك انا والله مكسب مادي والعمل يعني مش يعني بالدرجه الجيده، او انك تكون مضطر انك انت تجامل بعض يعني في اعمال كان فيها مجامله بالبدايات ممكن يقول؟ أكيد. بالبدايات؟ خصوصا في البدايات. يعني شنو الدور اللي من يعني من خلال الأدوار اللي تنوعت فيها، دور بعده أنت تحلم فيه ولحين ما قدمته؟ والله شوف الحمد لله أنا يعني مثل ما يقولوا الحمد لله محظوظ للأمانة، يعني أنا من بدايتي الانطلاقة كانت لي جيدة جدا، خصوصا مع الفنانة القديرة سعاد عبد الله، وثاني عمل كان مع حياة الفهد، وبعدين توالت الأعمال مع الأخت هيفاء ومجموعة الفنانات اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت، فكانت الانطلاقة بالنسبة لي كانت أكثر من رائعة، وتنوعت في الأدوار في بدايتي، يعني جات فترة من الفترات أني اشتغلت حتى مسلسلات باللغة العربية، بس كانت من المواقف الظريفة أتذكرها أني كنت في المعهد وقتها، فكانوا الأساتذة يدرسوني، فطبعا كانوا يطلعون عيوننا لما نروح الليكيشن انا البطل. تصور انك انت المسؤوله عن يعني انت البطل والمدرس او الاستاذ اللي كان يدرسني الدور الثاني، فكنا هي كانت الاشياء جميله، لكن والله كانت يعني تنوعت في الاعمال، يعني سواء مسلسلات اللغه العربيه انا ما زلت اتذكر المسلسلات المميزه اللي كانت بعد الفطور برمضان خصوصا اعمال الاطفال، اي يعني كلاقت نجاح كبير ايام يعني في فترة في حقبة من الزمن، لكنها توقفت يعني فجأة، أتغادك ليش؟ كانت يعني للأسف هذه من الأشياء اللي تحس بالنفس، إن كانت يعني وزارتنا وزارة الإعلام هنا تلفزيون دولة الكويت كان مميز بهذه الأعمال وترك بصمة للأمانة على مستوى يمكن حتى الوطن العربي والخليج، عرفتي إن كانت الأعمال هذه نادرة، ما حد يشاهدها. وأنا أتذكر في ذيك الأيام أثناء ما كنا نصور مدراء المحطات في دول الخليج كانوا يجونا عشان يشوفون الأعمال عشان يشترونها. وأتذكر كانت هي مو مسلسلات أطفال، يعني كانت الكبير والصغير العائلة كلها تتابعها. أتصور أنا أقولك من المواقف اللي ذكرتيني فيها، بدر الزمان صارت عندنا مشكلة باللوكيشن؟ لا في التصوير، صارت أيام الأجواء كنا نطلع عندنا كان خارجي، وسبحان الله ذيك الأيام صادف عندنا عواصف مع عواصف وشغلات كذي، يعني سريات وشغلات كذي. الحلقة الثانية الحلقة الأولى والثانية انبثوا حق أبو ظبي على الهواء.
على الهواء، خذوهم على الهواء لان ماخذين العمل يبونه مشترينه، فما لحقنا صارت عندنا مشكله. كانوا يطلعون كنا نصور على البحر، وفي حتى موقف ظريف جدا يعني كنا يعني غرقانين وطبعانين مش عارف ايش، واحنا على اليال كثر اللوية والسرعة صورنا فانكشفنا احنا واقفين يعني على اليال، عرفت شلون؟ بس الان الظروف اختلفت والامور اختلفت، يعني تذكرتيني يعني بدر زمان والاعمال اللي كنا صور اللوكيشن هذا البحري والبري اذكر المسلسلات هذه، صور احنا الاستوديو هذا اللي قاعدين فيه، هذا الليالين اللي قاعد تشوفونه الحين مثلته هني فيه؟ ايه هالمكان في هذا المكان. انا اول ما دخلت تذكرت يعني لوكيشناتنا وذكرياتنا وجماعتنا ايام حلوه. في عندنا خبر يقول ان قاعد تستعد حق فيلم جديد، صدق هالموضوع ولا من وين جبتوه؟ العصفوره قالت لنا. لا بس هذا خبر سري ما حد يدري عنه، صدق والله عصفورتنا خطيره احنا. ايه انتوا عندكم موعد ما شاء الله عليه، يعني اللي يدخل للكويت لازم يتفاجئ بشغلات كثيره. ايه عندكم بعد موعد معروف عندنا ما شاء الله عليه، يعني ما طوفه شيء يعني ابو عمر الاستاذ قاسم. والله شوف هو في يعني في طي الكتمان، وصراحه يعني ما عندنا الضوء الاخضر حتى نتكلم عن الفيلم، لكن بشكل عام هو فيلم توليفته غريبه، الاستاف مشترك من لبنان وخصوصا من مصر طبعا بالمرتبه الاولى. كوميدي دراما؟ لا 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 العمل يعني ما اقدر اتكلم، بس العمل قوي يعني يعني الدور اللي راح تقدمه، الدور راح تقدمه في اول مره تلعبه صعب جدا يعني. اول مره تلعب هذا الدور؟ اي، وانا اشكرهم يعني الاخوان على ترشيح لهذا العمل، لان العمل يعني اقول شاب كل صراحه عمل صعب، دور صعب. على طار الادوار، في دور مثلا شفت احد الفنانين لعبه واستفزك هالدور، قلت يا ريتني انا اللي لعبت هالدور؟ والله شوف خلي الوحيد اللي يستفزني حقيقه واتمنى اني يعني انا التقيت فيه، واتمنى بس اني انا يعني كنت اتمنى اني التقي فيه يعني بالتمثيل، هو احمد زكي الله يرحمه. احمد زكي للامانه الله يرحمه فنان كبير. إيه فنان، فنان صعب 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 يعني، يعني مو اللي يستفزني يعني اشياء كثيره يعني، وفيني انا حركات منه يعني. انا اتذكر حتى بعض الاحيان المسلسلات لما اصورها كنت قاعد تسوي شيء تقلدك، تقول ما قلد بس بالروح وحده. يمكن لاحظنا بعد من خلال التقرير انك كان في قناص خيطان. قناص اي قناص خيطان اللي معي. وخرجت عن المسرح ليش؟ والله كانت في عاد في فكره بعد قناص خيطان والكوميديا عموما، معي عبد الحسين الاستاذ عبد الحسين اوجه له التحيه وربي يديم عليه الصحه والعافيه. كانت في فكره ان نعمل مسرحيه ثانيه، لكن الظروف الصحيه ما اهلته. انا من الناس اللي ما احب المسرح بشكل بالصوره اللي موجوده اللي اول مره ندري عنها. لا لا بالصوره اللي موجوده انا صعب جدا يعني، انا تجاري مرهقه يعني ولا تجاري؟ مسرح تجاري حتى التجاري انا ساعات صار لي فتره ابتعدت عنه وحاولت اني ابتعد عنه. ما تستهويني الاعمال اللي هي ابو ثلاثة ايام او اربع ايام العيد وتمشي، ما احبها. انا مسرحيه ممكن نشتغل فيها يعني شهر شهرين تاخذ حقها، انما كروته نجاح. العيد هذه انا ما احبها. انت شاركت بعد كثير مع الفنانين الكبار من دوله مصر. يمكن تذكر الايام هذه اميره رزق، توفيق الدقن. اقول لك الحمد لله سبحان الله احيانا يكون الحظ في 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 صالحك يعني. انا اتذكر ايضا شلون التقيت فيهم، كان في عمل اسمه السندباد في سلطنه عمان، واختاروا الاستاف كله من مصر، قالوا بس نبي نختار ممثلين اثنين او ثلاثه من الخليج، فتم اختيار تقريبا اثنين من او ثلاثه من سلطنه عمان، فجاءوا بالدور الرئيسي اللي هو السندباد، فتم اختياري من الخليج، قالوا نبي ابراهيم. شو كان التعامل معه التعاون معهم؟ واو يعني انا من الاشياء الجميله اللي ما اقدر انساها اني يعني كنت تصور يعني مثلا توفيق الدقن ولا امينه رزق احنا نشوفهم بالتلفزيون، صح، انك انت توقف قدامهم وانت دور البطل كان شيء صعب جدا يعني. انا من الاشياء اللي كنت متخوف منها اللي اكثر واحد توفيق الله يرحمه، الشر والشر والخوف والشغلات هذه. فاول ما التقيت فيه انسان طيب الى ابعد الحدود. وطبعا ان شاء الله الان نلتقي في عمل جديد قريب اللي هو الاستاذ حسن حسني ان شاء الله. هذا الرجل غريب بالفيلم
لا ترضيني الله يخليك انت قاعد انا اصلا الفيلم هذا ما ابي اتكلم عنه انا ما ادري شلون جبت المعلومه انت يعني وفي عمل ان شاء الله راح نلتقي فيه ان شاء الله ويعني كان صديق واخ يعني والنعم فيه يعني للامانه كلهم رائعين تنوعت بادوارك دراما شاب رومانسي الكوميدي وين تلاقي روحك اكثر تبدع يعني تحس ان هذا تطلع كل طاقاتك فيه تحس ان انت فعلا هذا اقول لكم شيء بس لا تستغربون ها لا الشر صدق اي والله معنا تقدمت بس من الامبراطور ما كررته لا اوف لا 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 في اولاد بجاسم اللي سويته في البحرين لا لا اقصد بالاعمال اللي كانت يعني بال ابو عمير وهني بعد في ثمن عمري يعني بعد عملته فكان يعني سبحان الله يمكن الجمهور حتى بدور الشر ما يحس انك شرير وايد يعني دائما يحب العصبيه ويحب الشخصيه يعني مو قضيه الشر الشر كثر ما هي كيان الشخصيه بحد ذاتها يحبها ساعات النجم يسوي عمل ويحس يعني يبذل فيه كل طاقته من الجهد ويتوقع له نجاح كبير وساعات عمل ممكن يكون بسيط ويلقى نجاح جدا كبير هذا صار معي رد حق سؤالك اللي من ساعات الحين خليتيني ارد مره ثانيه هذا نفس الشيء انا عملت عمل كذي مره والله ما كنت مهتم فيه نهائيا يعني لان كان في ظروف مع المؤسسه والشركه فكنا يعني ندش التصوير يعني ما ندخل نهائيا وسبحان الله بس انت بطبيعتك جاد ولا كوميدي بحياتك الاثنين يعني انا من الاشياء الغريبه في حياتي لما كنت ادرس في المعهد العالي تخرجت كوميدي تصوري مسرح دراسه مسرح تخرجت كوميدي وجبت علامه جيده يعني ممتازه لكن لما دخلت السوق دخلوني في سكه ثانيه الولد الحبيب الولد الكذي يعني عرفت شلون يعني كانت عندهم مواصفات في ذاك الوقت انه لازم تكون يعني ماشيه طبعا اوجه الشكر حق اخوي محمد المنصور لانه كان هو سيد الاعمال هذه عرفتي فمشيت بهالسكه فتره وبعدين الحمد لله جاتني فرصه البحرين اللي من الى يعني عمل مختلف تماما شر تماما يعني اضطهد اخوانه ويخطب ويوم الزواج يترك زوجته في ليله العرس فيعمل مصيبه وبالتالي ينقتل يعني فعمل لي نقله ومن يومها مشيت في هذا الخط يعني يمكن انا سالف معك عن المسلسلات اللي كانت ايام رمضان اللي قلنا كل العائله تتابعها بس نتكلم عن شيء وايد مهم اللي هو فيلم شاهين يعني في فتره من الفترات سمعنا انه كان في فيلم راح يكون للمخرج خالد الصديقي خالد الصديق اي نعم ف والله شوفي يعني من الاشياء يعني الاشياء اللي انا يمكن تندمت وهذا يعني كان المفروض اني انا بدون ذكر اسم المسرحية وكان بس في عمل مع الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا تركت العمل ورحت حق الفيلم من حبك للعمل للعمل انت ليش توقف الفيلم؟ طبعا الفيلم تم تصويره كله في الهند وبعد ما خلصنا التصوير والأمور هذه كلها خالد الفترة اللي يعني خذ راحته شوي في تجهيز الفيلم ظروف يعني المادية مع الشركة ما الشركة والفيلم ضخم للأمانة يعني صارت سالفة الغزو ما الغزو بعد الفيلم لا راح اللي فهمته راح الاستديو راحت النسخة الأصلية من خالد تم أعتقد عنده النيجاتيف بس يعني أشارات بسيطة أنت لو نعرض الفيلم تقييمك له لو نعرض الفيلم تقييمك له شنو راح يكون يعني ناجح للدرجة إيه لأن الفيلم بيتكلم عن يعني حتى بشكل يعني تاريخي يعني يتكلم عن حقبة معينة في ذاك الوقت اللي هو طريق الحرير وكان عمل يعني ضخم يعني كان في ممثلين معانا من إيطاليا ومن الهند ومن مصر ومن سوريا يعني كان العمل مو سهل يعني حساف على الفيلم اي حساف للأمانة واشتغلنا فيه بجهد وتعبنا فيه ولوكيشناته جميلة جدا يعني اجواء كثيره في سواء في الصحراء مبين عليك وانت تتكلم شيء في حسره بقلبك انا ما احب السينما السينما للاسف يعني احنا مفتقدين للسينما بالكويت او بالخليج بشكل عام لي تجربتين التجربه الاولى كانت مع خالد الصديق في فيلم شاهين والتجربه الثانيه كانت لي مع في بعد منتصف الليل مع الاخ عبد الله سلمان كانت شبيه حق الخطر معه احنا متشوقين حق الفيلم الجديد اللي راح يطلع هذا اللي متشوقين له ان شاء الله ان شاء الله على طاري الاستوديو احنا الحين استوديو 800 وكل فنان اللي مر على هالاستوديو له ذكريات شنو ذكرياتك بهذا الاستوديو هي كثيره يعني مع فنانين ومع اساتذه مخرجين شيء شغلات كذي حلوه الشكل ذكريات ما تنساها
مواقف طريفه. والله شو اقول لك يعني واد، كنا احيانا لما يكون ديكورات ساعات احنا نسوي مقال في 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 المخرج، ولا نسوي مقال في الفنانين، نخش ورا الديكور نصير ولا طاوله، ونسمع المخرج يقول لك طاوله في اللوكيشن، ينزلون صراخ، بالتالي يكتشفون احنا يعني نسوي الحركات يعني. يمكن في ظل زحمه المسلسلات خصوصا في فتره رمضان، شنو تقييمك لها؟ يعني صعب الواحد يقيم، لكن اكيد في زين واكيد في اللي مو زين. الحس اللي كان بالاول موجود. خلي اقول شغله، يعني هالاستديو وهالمكان هذا ذكرني باشياء جميله جدا. يعني كنا ندش الساعه 2 في المسلسلات، يعني لما نصور مسلسل الساعه 2 ندش تصوير، الساعه 10 احنا مخلصين. احيانا ما يكون ما عندنا تصوير، انا ما عندي شيء، ني نقعد في كافيتيريا، ني نقعد كافيتيريا هنا، صح؟ كان في كافيتيريا موجوده، عرفتي؟ كنا ني نقعد ما عندنا تصوير، بس لي اليوم انا ما عندي شيء، ما عندي تصوير، بس اي نقعد مع الربع ونقعد نسولف ونضحك ونتغشمر. كان الحب والموده كانت بيننا بشكل عموما، حتى بشكل عام يعني غير الوضع كان غير. يعني انا اتذكر حتى كانت علاقتنا مع فريق يعني التلفزيون، كلنا مع الفريق الاعداد والمصورين والصوت، وعلاقتنا مع المخرجين المنوعات والمنوعات كانت غريبه جدا. يعني كانت يعني لنا لقاءات ولنا قعدات وسوالف، وني نقعد هني وننخش، وساعات واحد يبوق ملابس الثاني، يعني فريق يعني عالم ثاني مختلف تماما. صحيح. الان احس انه ما في ذيك الروح اللي موجوده، يعني الواحد يروح اللوكيشن يؤدي دوره ويمشي، يعني عرفتي؟ ما عادت الروح العلاقات ضعيفه. ساعات نشوف الممثل عنده كذا مسلسل بنفس الوقت، يعني اي هذا الارتباط. يا ليت اذا كان الحين، انا اماني ضد ان الفنان او الفنانه ترتبط بعمل او عملين، لكن انا ضد شغله انك انت ترتبط بعمل والكل متفق عليه، الاقي احد الفنانات مرتبطه رايحه عندها في دبي ولا رايحه البحرين. وين راحت؟ والله سافرت عندها تصوير. طيب بعض الاعمال اللي تعرض على الشاشات اللي نشوفها في رمضان مثلا او غير رمضان، احيانا نشوف يكون في مبالغه بطرح بعض القضايا الموجوده في هذه المسلسلات. الى اي مدى انت تشوف ان فعلا هذه القضايا اللي قاعد تطرح تمس الواقع مثلا في مجتمعنا، ولا هي مبالغ؟ شوفي، هي في لفته حقيقه يشكر عليها معالي الوزير والاستاذ طارق المزرعي، يعني وكيل الوزاره، يشكرون عليهم تماما، لان كان في كثير من الاعمال اللي تفضلت قلت فيها الجراه هذه الزايده كانت الحسن نيه كان موجود هنا، طيبين، عرفت شلون؟ فيجاز العمل بحسن نيه، والعمل هذا على اساس انه يصور برا، لكن تصير المبالغه وتصير الامور عاد الاوفر. تدري ليش؟ في بعض المحطات يبون هذا الشيء، يبون الاستفزاز، فبالتالي الصوره عكسيه. وانت عشان يبون الاعلانات يعني بالضبط. ولا اي يعملون من نوع من فتي الصدمه وتي المحاسبه في على الكويت، يقول لك شوف فنانين من الكويت واللهجه الكويتيه والدنيا، هو صور برا يعني، لكن هذه مثل المجتمع الكويتي، فاتخذ القانون، مسكوه من الرقابه، بداوا عاد يشددون في الامور هذه، لان الامور فلتت كانت في البدايه، لكن الان شويه تمسك. المصطلحات يعني اللي يقدمونها مثلا او الكلمات اللي تنقال في المسلسلات، يعني ما هي مثلا ما تنقال، وامور كثيره للامانه، مو بس يمكن يعني. اللي كاتب يكون مثلا مو كويتي، اللي عارف بطبايع مثلا المجتمع نفسه، يعني هل يفرق اذا كان الكاتب مو كويتي؟ انه يقدر يطلع الطابع الحقيقي للمجتمع، ولا ما تفرق معاكم؟ لا طبعا يا ولد البيئه يفرق لما يكون هو مطلع وحاسب، يعني هذا له تاثير يعني باللي قاعد ينكتب واللي قاعد ينطرح. وحتى انا بعد حتى يعني في بعض الاخوان ويعني الشركات للاسف لما يقدمون اعمال تراثيه يكون المخرج غير، يعني جنسيه عربيه، احنا كلنا اخوان، ما هذا المقصد، لكن الطوفة بعض المفردات على يعني ما يفهمها. وللاسف احيانا يكون حل، للاسف يعني اقولها بصراحه، ان بعض الفنانين والفنانات ما يتكون على هذه الامور، يعني ما يتابعونها، الطوف عليهم، يعني هذا للاسف اللي قاعد يصير يعني. نعم. معانا اليوم ضيفتنا راح تكون الفنانه ديانا كارازون. احنا عرفنا انك انت طلبتها مره يعني بدور معك، هل هذا حقيقي؟ وشنو كان الدور اللي طلبتها فيه؟ توافق؟ والله ما عاد راح نعرف بعد شوي، راح نعرف بعد شوي اكيد. لا اذا زين، اذا هذا خلينا نحرجها ونقول لها. نقطة مهمة في الآونة الأخيرة، قال لاحظ البطولة الجماعية تحقق نجاح كبير، لكن النجوم الجدد قاعد ساعات يفرضون ان هم يكونون بطولة مطلقة. ايش رايك بهالموضوع؟ يعني وايد قاعد نشوف هالموضوع. شو ما تبون الحكي هذا، يعني ما شاء الله عليكم عارفين كل شيء.
ليش؟ لأن هذه أمور صغيرة يعني، خفايا بسيطة يعني، ما حد يعرف يعني. موجة هبت يعني، كانوا بعض الفنانين الشباب يعني أتمنى أنهم ينتبهون يعني. العملية مو كذي يعني، إحنا لازم كتكتل عشان نقدر نضرب وعشان إحنا نعمل شلالية يعني، ممكن نقول يعني شلالية أقول إيجابية، لكن بالتالي دائما تكون إيجابية؟ ما أصلحت، ما مشوا يعني، دائما تكون إيجابية؟ لا والله مو دائما، مو دائما. يمكن هم يشوفونها إيجابية بس المشاهد ما يشوفها إيجابية. اي طبعا، لان بالتالي النتيجه شنو كانت؟ النتيجه انه يعني في كثير يعني كانوا يعني متفقين انه لازم يشتغلوا مع بعض، يكونوا متواجدين مع بعض، فما مشت العمليه. ما مشت يعني، وبعدين مستحيل انك انت تفرض نفسك خصوصا في مجال الفن يعني. انت من النجوم اللي يعني تنوعت مع الاعمال، يعني ما شفناك مع مثلا شلاليه معينه او ناس معينين، دائما تعاملت مع الكل، يعني ما شفناك مع كل النجوم. اي انا ضد سالفه اني شوفي، انا خليني اقول لك بكون صادق معك، كوني انا لازم امشي ادش في عمل وحنا نرتبط ثلاثة أربعة نكون مع بعض، انا اعتبره ضعف. الضعيف اللي تنوع شيء اساسي. اي القوي يقول لك انا بنفسي ماني محتاج اني انا لازم تجيبوا لي فلان ولا فلان معاي علشان احنا التكتل هذا ولا المحطه تبينا ولا لا 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 لا. واثق من الامكان. الواثق من نفسه ما تهم الامور هذه كلها يعني. انا جيت فتره من فترات يمكن عملت مع الاستاذه فجر السعيد نوع من الربط يعني، ارتبطنا مع بعض فتره بمجموعه اعمال للامانه، وكانت فتره انا اعتبرها محطه جميله في حياتي، وكانت اعمال يعني منها الامبراطور، منها ثمان عمري، عديل الروح، كانت اعمال جدا رائعه عملتها عمل يعني عملناها احنا كفريق عمل. ما زالت عالقه بالاذهان يعني، ما زالت عالقه. وانت فنان جميل واحنا كلنا نحبك، ويعطيك الصحه والعافيه يا رب، وتبدع لنا بالاعمال، لان كلنا نحب اعمالك ويحن خالد بذاكرتنا طبعا. شكرا لك. كل الشكر لحضورك ونورت ليالي الكويت. الله يخليك، انا موفق ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لكم. ناطرين الفيلم ان شاء الله بحيل الله، ونبي تصريحات اكثر ان شاء الله. ان شاء الله لكم دعوه ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا لا تروحون بعيد، اليوم مكملين سهرتنا مع بعض، لكن امس كان ضيفنا في ليالي الكويت الفنان صلاح الكردي، صاحب صوت جميل وغنى لكوكب الشرق ام كلثوم اغنيه سيره الحب. احنا طبعا لان طلبتوها ما في شيء يغلى عليكم، نشوفها مع بعض.